فكريه. ده العيل ينزل من هنا نحط مطرحه فرخه من هنا تسند قلبها. ماما نونا سايبه اثر كبير جدا كفنانه عظيمه، صعب ان هي تتكرر، وكأم حقيقيه يندر ان هي تكون موجوده فعلا في حياتنا الشخصيه وحياتنا الفنيه. ده انت بعد ما حكيت لي حسيت ان انت الراجل اللي الواحده تتكل عليه وتطمن لمستقبلها معاك. الحمد لله باكل كويس وانام كويس. انت مفيش في بقك غير الاكل والنوم. ازاي يا سلطان؟ الغسيل لسه لما اكل غسيل قد كده.